صباحا الوجه مقلع الرمال السري الموجود على ظهر أرض الجماعة السلالية ولاد حيون. الآن وفي الطريق الوطني رقم 4 وجدنا ونحن ذاهبون إلى وجهتنا عددا من الشاحنات من الحجم الكبير في طريقنا. توقفنا وتبتنا الكاميرا عند مدخل مقلع الرمال الموجود خلف مشروع القطب الترفيهي الذي يتم تحت إشراف عمالة بسليمان، ولم يرى النور لحد الساعة بتكلفة 5 ملايير سنتيم. لا وجود لأي لافتة أو أي علامة توحي إليك بالخروج المتكرر للشاحنات. كما ترون الشاحنات تدخل وتخرج لنقل أجود أنواع الرمال لمدة قدرها العارفون بسنة أقل تقدير. دخلنا إلى المكان الذي تحمل منه الجارفات الرمال على ظهر الشاحنات. منعنا الحراس من الدخول، أوهمناهم أننا تائهين على الطريق فصدقونا. رجعنا أمام أعينهم فقط ثم ترجلنا من السيارة، حيث قطعنا مسافة 2 كيلومتر تقريبا على الأقدام. فكانت الصدمة قوية كما تشاهدون، مقلع رمال كبير، الشاحنات، الجارفات، الأشغال مستمرة. إنها على ظهر أرض الجماعة السلالية ولاد حنون، النفوذ الترابي، جماعة القصيبية، إقليم سيدي سليمان. يتولى تسيير شؤون القبيلة نائب سلالي هو عون للصوب، هو شيخ قيادة القصيبية، وتربطه علاقة نسب مع نائب البرلماني، ويتمتع بحماية مستشار البرلمانيين بالإقليم. والآن تشاهدون الشاحنات تنقل الرمال. قدر مرشدنا أن عدد الشاحنات كل يوم يصل إلى 120 شاحنة، ثم أخبرنا أن ثمن ملء الشاحنة الواحدة بالرمال محدد، حيث يصل إلى 2500 درهم في اليوم. وبإجراء عملية حسابية بسيطة نجد أن الدخل اليومي هو 300 ألف درهم، أي 30 مليون سنتيما يوميا. وقال العارف بخبايا وأسرار إقليم سيدي سليمان أن هذه الأرض مساحتها 750 هكتار، تم كراؤها بمبلغ 3500 درهم قصد إنشاء مشروع يتم فيه تشغيل أبناء وبنات المنطقة وقبيلة ولاد حنون فيه بالتحديد. لكن كما ترون تحول المشروع إلى مقلع للرمال وغير مرخص، ويبقى السؤال مطروحا، أين وزارة التجهيز والنقل؟ وهل لها علم بهذا المقلع للرمال الذي يذر الملايين كل يوم وتضيع على صندوق الدولة؟ لماذا لم يحرك عامل إقليم سيدي سليمان ساكنا لحد الساعة؟ أليس رئيس قسم شؤون القروية بعمالة سيدي سليمان؟ أين حراس إدارة المياه والغابات؟ أين قائد قيادة القصيبية؟ أين رجال الدرك بمركز ولاد حنون؟ أسئلة كثيرة ستجيب عنها الأيام القادمة. قيل أن رخص نقل الرمال تسلم برخص من مقلع رمال آخر مرخص هو على أرض الجماعة السلالية التوازيط، ويستغله نائب برلماني ورئيس جماعة قروية لإقليم القنيطرة. والله أعلم.